الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أيها الجمع المبارك، نحن اليوم على موعد مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، الدالة على أنه الغفور الرحيم الودود. روى الإمام مسلم في صحيح، روى الإمام الترمذي في سننه عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. هذا الحديث أحبتي في الله حديث قدسي، أن الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذا الحديث يخاطب بني آدم، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء يا عباد الله، إنك ما دعوتني، الدعاء هو اللجوء إلى الله في السراء والضراء، والدعاء هي العبادة الأكثر، أكثر عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، محببة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لذلك يقول الله عز وجل أو في الحديث: إن العبد إذا رفع يديه، إن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين. لأن الدعاء يدل على فقر الإنسان وعلى ضعف الإنسان، ويدل على أنه في حاجة إلى قاضي الحاجات. لذلك هذه العبادة محببة إلى الله، ونراها اليوم قليلة عند الناس، قليل من يوفق إلى الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي الدعاء فقد أعطي الإجابة. إذا وفقك الله للدعاء فقد أعطيت الإجابة. ادعوني أستجب لك، ما في شيء، ما في واسطة. إذا الله ما يستجب لك لأنك ما تدعو، ادعوني أستجب لكم على طول. لذلك عمر بن الخطاب يقول: لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. أحمل هم الدعاء لأني ما أدعو، فأريد أن أدعو، أما الإجابة فإني لا أحمل هم الإجابة. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو الله عز وجل إلا أعطي إحدى ثلاث. رفع يدك، دعيت بأي دعاء؟ قال: إلا أعطي إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث لك،
يقينا يا عبد الله. الاولى اني استجاب لك، دعيت الله ينجحك ونجحك استجاب لك، دعيت بالرزق رزقك استجاب لك. قال الا اعطي احدى ثلاث، ان يستجاب له او تدخر له في الاخره، تاخذ اجر كل ما دعيت خذ اجر، الله ما يستجيب لك في الدنيا لكن تاخذ اجر يوم القيامه. قال واما يدفع عنه من السوء مثلها. صحابه يوم سمعوا صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الا اعطي احدى ثلاث، قال يا رسول الله اذا نكثر، اذا كذي ربحان ربحان عين كلها بس ادعو. فقالوا اذا يا رسول الله نكثر، قال فالله اكثر، الله عز وجل يعطي، هو المعطي سبحانه وتعالى. لكن احبتي بالله هناك شروط، هناك شروط للدعاء. يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أكل الحرام لا يستجاب له، أكل السحت، أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. رشوة، خيانة أمانة، غش، فائدة ربوية تمنعك يا عبد الله أو تمنع استجابة الدعاء. الاستعجال يمنع من استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل في الدعاء يا عبد الله، ادعو. ومن شروط القبول أو من شروط استجابة الدعاء الاستيقان. ما دعوتني ورجوتني، أي رجوت الإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم عطني كذا إذا شئت. ليس هناك أحد يجبر الله عز وجل، الله عز وجل بيغفر لك طبعا إذا شاء، وبيعطيك أكيد إذا شاء. لكن يقول الله عليه وسلم اعزموا على الطلب، يقول اللهم اغفر لي اللهم عطني، هذا هو الأصل. وأن يكون حبتي بالله بقلب متفتح وواعي. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب لقلب لاهٍ. مرة واحد يدعو في المسجد، وهو يدعو شفته طلع الجوال، طلع الجوال وقاعد يرد، هذا قلب الله دون الله يدعي له. يستجيب لك يا عبد الله، إن الله لا يستجيب لقلب لاهٍ. لازم أن تنتبه وأنت تدعو الله عز وجل وأنت تتيقن من الإجابة. ما هي مواطن وأزمنة وأمكنة الإجابة أو يعني يستجاب في هذه الأمكنة والأزمنة؟ قالوا عرف زمانا ومكانا، المساجد عند آخر الليل، السحر بعد الفرض، كل هذه مواطن استجابة الدعاء. ومن الآداب أن يكون على وضوء، وأن يستقبل القبلة، وأن يثني على الله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يدعو؟ بماذا يدعو الإنسان؟ بكل ما يحتاج. لكن هناك أمر عظيم يجب أن ينتبه إليه الداعي، الداعي إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يطوف شاف أعرابي يتكلم، فقال له بماذا تدعو؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنتك ودندنت معاذ فإني لا أفقه منها شيئا. يقول له استدعو، قال الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس، لكن دعائك الطويل أنت ومعاذ ما شاء الله دعاء طويل، يا الله ما أعرف مني شيء، ما أقول إلا اللهم أعطني الجنة ونجني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن. كل هذا الدعاء الطويل اللي سمعته ولا اللي تشوفه هذا كله لكي الله عز وجل
ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قال: على ما كان منك ولا أبالي، أي مهما أتيت من المعاصي والذنوب يا عبد الله سوف يغفر الله عز وجل ولا يبالي، أي إنها هينة على الله سبحانه وتعالى. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا يدل على فضل المغفرة وفضل الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن الاستغفار يجب أن تكون معه التوبة، تتوب من هذه المعصية وتستغفر الله عز وجل. لذلك يونس يعترف بهذا الخطأ: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فيجب الإنسان مع الاستغفار يعتقد أنه أذنب وقصر في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك سيد الاستغفار: لا إله إلا سبحانك إني لا إله إلا أنت لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيد الاستغفار: اللهم إني أبوء لك بنعمتك علي، تعترف بالنعم من الله علي، وأبوء لك بذنبي، أعترف أني مقصر بحقك يا الله. بعض الناس يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر. أحد السلف رأى شخص في المسجد يقول استغفر الله استغفر، فقال له: يا هذا، إن استغفارك يحتاج إلى استغفار، استغفارك يحتاج إلى استغفار. أقول ما سمعت وأستغفر الله استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي بالله، ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب أي ملء الأرض خطايا ومعاصي وذنوب وبلايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا. الشرك. لذلك نعرف من هذا الحديث أن التوحيد لله عز وجل هو المنجي يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فلا مغفرة، لكن دون الشرك الله يغفره. لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. والآن بعض الناس يظن الشرك يعني تحطه في البيت هبل، ولا لا، ليس هذا الشرك أحبتي بالله، وإنما التقصير في التوحيد مع الله عز وجل هذا يعتبر من الشرك. تعتقد أن الله عز وجل يحابي ناس يعطيهم وما يعطيهم، هذا خلل في التوحيد. تعتقد أن الله عز وجل أخطأ في جعل الحروب في البلد الفلاني، الله عز وجل أخطأ في جعل الطوفان أو الزلازل، هذا الاعتقاد خلل في التوحيد يا عباد الله. أختم بحادثة أو قصة، يعني أو أرسلوني أو في الواتساب فيديو أول أمس، هذا الشخص يتكلم ويقول: لو أن الله عز وجل قتل الكفار كلهم جملة واحدة لكان هذا خطأ فادحا. أستغفر الله، يعدل على الله عز وجل، يعدل على الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين الاعتقاد بأن الله حكيم؟ أين الاعتقاد بأن الله هو العادل؟ لو أدخل الله عز وجل كل الناس النار هو العادل. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لو أدخل الله عز وجل كل الناس النار
هو عادل سبحانه وتعالى. أين الاعتقاد بأن الله عادل؟ أين الاعتقاد بأن الله هو الحكيم، هو الخالق، هو الرازق؟ أين هذا الاعتقاد إذا أنت تعدل على الله سبحانه وتعالى؟